لم تكن الموصلة ومثقفوها بعيدين عن العمل الثقافي، فبعد الدمار الذي حل بها عادوا ليوقدوا شمعة جديدة في هذا المجال، فكانت مبادرة رصيف الكتب الذي يرتاده الموصليون للتعرف على الكتب المعروضة واقتنائها. هو معرض أسبوعي لبيع وشراء الكتب على أرصفة المجموعة الثقافية، حيث يتجمع الناشرون وبائعو الكتب والمثقفون في جو ثقافي. رصيف الكتاب كان موجود بمجموعة كبيرة جدا من الفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء، ويوجد بعدة كتب تحوي على جميع الثقافات بصورة عامة، يعني الأدبية والفنية والتاريخية، إضافة أيضا حتى كتب دينية يعني شفت على رصيف الكتاب، وكان الشباب ما شاء الله متابعين بكثرة. لم يقتصر نشاط رصيف الكتب على عرضها فحسب، بل يحتضن بعض الفعاليات الثقافية، فذلك التجمهر على ذات الرصيف لم تكن مشاجرة أو مشادة بين أشخاص، بل هو عمل مسرحي يعتبر الأول من نوعه، عرف بمهرجان مسرح الشارع، وهو عمل فريد من نوعه، حيث لا خشبة مسرح كالمعتاد عليها، ولا مقاعد للجمهور. حاولنا أن نتواشج مع الشارع، أن ننقل معاناة الشارع وأن نعرضها في الشارع بعيداً عن البيروقراطية، بعيدا عن الروتين، كان هناك نقد ونقد بناء. يجسد هذا المسرح أعمالا تلامس الواقع الحياتي لأهالي نينوى، مخاطبين العالم بثقافتهم الأدبية هذه، بما أصاب المدينة من ظلم خلال فترة احتلالها من قبل المتطرفين، وكان عملهم الأول هو مصيبة أهل ذا النون. احنا اليوم جروب ما بعد الظلام في قدم عرض مسرحي مصيبة أهل ذا النون في المهرجان الأول، مهرجان الشارع الأول في مدينة الموصل. المسرحية كانت تتحدث عن وضع أهلنا في الموصل، عن اللي مروا به، اللي شافوه من ضيم، اللي شافوه من مآسي وظلم. سنوات خلفت الدمار لتنتفض من تحت ركامه إبداعات ثقافية ما كان لها وجود حتى من قبل أن يجتاحها داعش. رسالة يحاول بها هؤلاء الشبان أن يوصلوها للعالم بأسره، فحواها أن الموصل مدينة سلام ومنبعا للعلم والثقافة النابذة للتطرف والمذهبية. أحمد حديد من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.